مرحبا بكم في حلقة جديدة تحت عنوان القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. التزام المملكة المغربية بعدد من المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة منذ 1992 دفع المؤسسات المعنية إلى المصادقة على القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. شنو هي الغاية من هذا القانون الإطار؟ القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة كيحدد السياسات العمومية في مجال المحافظة على البيئة وضمان تنمية مستدامة في نطاق مختلف الاستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الدولة وفق نظام شامل للحكامة البيئية. هذا القانون الإطار كيحدد الحقوق والواجبات كل مكونات المجتمع تجاه البيئة. إذن شنو هو الجديد اللي جا به هذا القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؟ الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة هو إطار مرجعي شامل يهدف للمحافظة على البيئة باعتبارها ملك مشترك للأمة. وبالنسبة للتنمية المستدامة اعتبرها قيمة أساسية وجب إدراجها ضمن جميع المشاريع التنموية. كذلك من بين المستجدات اللي جاب بها هذا القانون إرساء نظام للمراقبة البيئية وإحداث نظام للمسؤولية البيئية. إلى أي حد تم تفعيل هذا القانون حاليا؟ بالنسبة للتفعيل ديال هذا القانون الإطار فكيتجلى من خلال تحيين مجموعة من النصوص القانونية السابقة وتعزيز الترسانة القانونية البيئية بنصوص جديدة نصردوا منها قانون الساحل وقانون المقالع، هذا في انتظار صدور مجموعة من مشاريع القوانين اللي عندها علاقة بالبيئة. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.